يمن واحد من جديد. طيور الجنة في اليمن السعيد برعاية كريمة من القاضي يحيى بن محمد الأرياني محافظ إب والأستاذ عبد القادر علي هلال أمين العاصمة صنعاء. تنظم شركة فن للإعلام وتنظيم الفعاليات وبالتعاون مع مكتب الإعلام بأمانة العاصمة وشباب النهضة للتنمية حفلين فنيين كبيرين لفريق طيور الجنة بمشاركة ألمع النجوم جنى مقداد، الصلصال ومعدوني في الروضة أعطوني، ليان سميح، وشوفي أحلى منها الابتسامة، إحنا بنفرح منها الابتسامة، أمينة كرم، قولي أحلى قولي أغلى بالأدب مو بالجمال، شهاب الشعراني، يا مستجيب للداعي جيب دعوتي بسراي، المعتصم بالله مقداد، إحنا يا بابا عارفين وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوة أكتر، الوليد مقداد، بابا مو أنا صرت كبير لازم أخد حريتي وأنا بالفهم وبالتدبير بحرص على حالي وخوتي، مراد شريف، راجع يا بلاد شوقي زاد بكفي بعاد رح ينعاد ملقانة، براء العويد، جوا الحظ طول بالك على شو بدي طول بالي مين بيعرف شو صاير لي، إبراهيم السيلاوي، عندي إلكم مفاجأة، وعمو خالد، يلا حيو والي وما في زيو والي، والتوأمين الرائعين جاد وإياد، الحفلة الأولى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين 4/8/2014 في استاد إب الرياضي بمحافظة إب. الحفلة الثانية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 5/8/2014 بالصالة الرياضية المغلقة في العاصمة صنعاء. تباع التذاكر في الأماكن التالية. يا صنعاء كل الهوى تريمي انت لي دواء، للاستفسار هذا الحفل برعاية